أراد أن يحسن فأساء. يحكى أن رجلاً تراهن مع صاحبه أن يدخل على الخليفة معاوية في المسجد ويشتمه، ففعل الرجل ذلك. فلما أتم معاوية صلاته قال: أنا أعرف لماذا فعلت هذا، فخذ الرهن. فذهب الرجل وأخذ الرهن، وبعد ذلك تراهن مرة ثانية أن يفعل مثل هذا مع زياد، ففعل، فأمر زياد بقتله، فقتلوه. فلما بلغ هذا الخبر معاوية قال: أنا قتلته، لو عاقبته على عمله الأول ما فعل الثاني.